الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى، طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين، متواصلين بحضراتكم مع هذه الانطلاقات. شوط ينتهي وشوط يبدأ، ها نحن وإياكم في انطلاقة الشوط الثاني عشر والمخصص للقعدان اللقاية. المسافة هي 5 كيلومترات. نسير وإياكم بمقدمة الأسماء الأولى وبالصدارة والبداية لكي نتابع انطلاقة جاير على البداية لهجنم الزبار سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري، من يتقدم على البداية وينطلق على المركز الأول. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني، عساف القادم والحاضر لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يصل ويتقدم على المركز الثاني. انطلاقة المركز الثالث فهنالك نتابع طماع لهجن أم الزبار حمد بن محمد بن علي بن جرحب يتواجد مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع نتابع المتحد لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي الذي يصل من حضور ذلك الشعار على المركز الرابع. نتابع التقدم من قبل هاجد لهجن الغرافة المدهش سالم بن عامر المدهوشي يتواجد على المركز الخامس ويتقدم نحو المركز الرابع. نتابع المركز الخامس هنالك المقطع لهجن الرياسة بقيادة سعيد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري العملاق يتواجد مع المركز الخامس. هكذا هي نتيجة أول نداء أتممناها على حضراتكم وبمسامعكم الكريمة. نعود بعد ذلك إلى الصدارة، نعود ونتابع وإياكم البداية الأولى لكي نتابع جاير على البداية. هجن أم الزبار سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم يتواجد بعملية التضمير، يقدم لنا جاير على البداية الأولى. نتابع وإياكم من الجانب الأيمن القدوم والحضور من ذلك البطل الذي يصل وهو طماع لهجن أم الزبار بقيادة حمد بن محمد بن علي بن جرحب. الداب يصل ويتقدم، يقدم لنا انطلاق الطماع. المركز الثالث الحضور من قبل عساف لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع نتابع هملول بشعار وانطلاقة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد المهيان عوض بن مبارك بن سعيد المهيري مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس منيع الحاضر والواصل لهجن أم الزبار محمد بن مخيت بن برقان على المركز الخامس يتقدم، يحضر بعملية التدريب مع انطلاقة منيع. نعود وإياكم إلى الصدارة، العودة إلى عساف على البداية. عساف على المركز الأول يتقدم قائدا وباحثا ومسيطرا لهذه الانطلاقة لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية على البداية وعلى المركز الأول. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني، الحاضر والقادم هملول بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد المهيان بقيادة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. المهيري قادم وحاضر، وتابع انطلاقة منيع، وصل بكل جدارة، يتقدم بكل قوة لهجن أم الزبار محمد بن مخيت بن برقان مع انطلاقة منيع. المركز الرابع راصد لهجن أم الزبار سالم بن سعيد بن دلهم مع رابع المراكز. نتابع وإياكم انطلاقة عالي لهجن الشحانية، الصامل هو الحاضر فاران بن محمد بن قريع. العودة إلى البداية، نعود إلى الصدارة مع دخولنا لأجواء الكيلو متر الأخير والكيلو الجميل، ونتابع انطلاقة عساف. لا زال عساف مسيطر، لا زال قائدا
باحثا مستعدا لهذه الانطلاقات وهذا الحضور لهجن الشحانية. على البداية مؤسسة هجن الشحانية تتقدم بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ونتابع انطلاقة راصد. غير إلى البداية وانطلق إلى الصدارة لهجن أم الزبار سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري، وتابعوا انطلاقة منيع على المركز الثاني لهجن أم الزبار بقيادة الصارم بن برقان، وانطلاقة راصد. ولكن خلاص ذهب بالانطلاقة الرائعة. تهانينا والف مبروك لمؤسسة هجن أم الزبار على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وتحقيق هذا الانجاز الغالي في اقوى المهرجانات. التهنية موصولة لمن قاد ذلك البطل وهو راصد سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. تواجد، قدم، اتى، بحث عن هذه النوعية. تهانينا لمؤسسة هجن أم الزبار. المركز الثاني كان الحضور والتواصل من قبل المركز الثاني، فهو الذي حضر عالي لهجن الشحانية فرام بن محمد بن قريع. المركز الثالث انطلاقة منيع لهجن أم الزبار محمد بن مخيت بن برقان. المركز الرابع كان الحضور من عساف لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الخامس كانت الانطلاقة من قبل المقطع لهجن الرئاسة سعيد بن مظفر بن خموشة العامري. نعود وإياكم بالتوقيت الزمني ولحظة وصول البطل المتوج بالمركز الأول إلى خط النهاية بتوقيت وقدره 7:31 62 جزء من الثانية. المركز الثاني حضر عالي لهجن الشحانية فران بن محمد بن قريع 7:32 95 جزء من الثانية. توقيت صاحب المركز الثاني. صاحب المركز الثالث فهو منيع لهجن أم الزبار 7:33 62 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارض